إذا هاي ما فهمتوها رح تنتقل للمرحلة اللي بعدها وأنت مش فاهم، رح تنتقل للمرحلة وأنت مش فاهم والمشكلة بتصير تتفاقم أكثر. بدك تروح تروح اليوم وتدرس هاي تتأكد إنك أنت فاهم شو اللي عم نعمله هون. أنا إذا عندي إمبيدنس واستعملنا خصوصي كلمة إمبيدنس لأنها عبارة عن زد ولها زاوية مش هيك؟ ثيتا. ففي لها ماجنتيود ولها زاوية. هاي ممكن تكون إيكويفلنت لآر وإكس مضبوط؟ إكس إل وآر وزد تحط الجي. هاي بدي أعرف القيم تبعتها إكسبيرمنتلي، دخلت على المختبر شبكت عليها فولتج اي سي فولتج لانه ما بصيرش احط دي سي، دي سي راح يقيسني بس حطيت عليها اي سي من هون، قست الفولتج اللي محطوط، قست الكرنت اللي مر، وقست الباور، هاي عباره عن بي، قست الباور اللي موجوده هون، فعرفت هاي قديش عم تستهلك باور، وعرفت قديش الفولتج والكرنت اللي موجودين هون، هلا مباشره بقول انا قست من هون في كار ام اس، قست اي كار ام اس، بس انا بعرفش الزاويه بينهم لان قستهم بس كار ام اس، الملتيميتر اتحرك واعطاني قراءه. وقست كمان الباور، ايش وحدة الباور هون راح تكون؟ واط. فاجينا قلنا زد كماجنتيود بتتساوي في على اي، بس هذا ما قال لي غير زد، لو جيت ارسمها كفيزر دياجرام زد ممكن تكون هون، ممكن تكون في اي مكان هون مظبوط؟ او هون او هون او هون. لان انا بعرفش هذا ممكن تكون كاباستر. وبعدين اجيت قلت من الباور راح اقدر احاول استنتج فالباور بتساوي ار ام اس في، لاحظوا هاي ار ام اس في، في اي ار ام اس اي في كوساين ثيتا اللي بينهم الزاويه اللي بينهم. وجينا قلنا منها كوساين ثيتا او ثيتا ماينس 1 بتساوي او ثيتا بتساوي عفوا كوساين ماينس 1 بي في على اي. هذا الرقم لازم يكون ايش؟ اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ كوساين كوساين ثيتا هون بي، لما بي تساوي في في اي معناها ايش بقول عن هذا اللود راح يكون ريزيستيف اوكي، ولما بي زيرو معناها اندكتيف بيور اندكتيف، واي رقم بينهم راح يعطيني الزاويه اللي بينهم من هون. فصار عندي هلا لما طلعت هاي صار عندي زد كماجنيتيود وصارت عندي ثيتا، فصارت زد النهائيه بتساوي كوساين ثيتا في زد كماجنيتيود زائد جي ساين ثيتا في زد كمان. ماشي الكل فاهم هذا الجزء؟ وهذا راح نتبعه الان في الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست بالحاله.